السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة قايتباي. النهاردة هناخد الليسون الثاني اللي هو الأخير. هنتعرف فيه إزاي نعمل مانجنج للبروجكتس داتا، وإزاي ننظم البروجكت طول الفترة بتاعة المراحل اللي بيعدي بيها البروجكت. طيب، ببساطة كده، أول حاجة هنتكلم فيها الأوبريتنج سيستم اللي احنا هنحتاجه. طيب، بمعنى ايه؟ هنفهم بس يعني ايه الاول كلمة operating system. انا هقرا definitions in English وبعد كده هنشرحها in details. operating system بيتكلم في التوقيت ده the increasing development of information and communication technology and its relation to business management and projects led to the appearance of the concept of data management. يعني زيادة التطور اللي بيحصل على المعلومات والاتصالات الفترة اللي فاتت وعلاقته بإدارة الأعمال والمشاريع، ده أدى لكونسبت جديد ظهر اسمه داتا مانجمنت أو إدارة البيانات. طيب، إيه هي إدارة البيانات بمنتهى البساطة؟ داتا مانجمنت is the process of organizing and directly controlling data generated during a searching process, then collecting and entering these data that will be processed, then saved and producing its output. يعني ببساطة ده هي تعتبر دي العملية بتاعت تنظيم والرقابة والتحكم في الداتا اللي تحت ايدك اللي انت جمعتها من خلال عملية السيرش، بعد كده تجميع البيانات دي وادخالها، وفي نفس الوقت بيحصل عليها عمليات وبتتسيف، وبعد كده في الاخر خالص اخر مرحلة بتطلع لي الاوتبوت بتاعها. هي دي ببساطة عملية الداتا مانجمنت، اللي هي ايه اللي بيحصل على الداتا. هي دي في الاخر عملية بننظم بيها الداتا، في نفس الوقت الداتا دي جبناها منين؟ جبناها عن طريق مثلا سيرش عملناه، جمعناها بشكل معين وبنبتدي ندخلها في السيستم بشكل معين، وبعد كده هيحصل عليها بروسس، وبعد كده هتتسيف، بعد كده في الاخر خالص هتطلع لي الاوتبوت اللي المفروض السيستم بتاعي بيطلعه. طيب، هنبتدي ناخد شوية حاجات ليها علاقة بالسوفت وير، اللي هي زي ال image files formats، اي انواع ال extension بتاع الصور. كلمة extension ده ببساطة عشان كل الناس تبقى فاهمة ايه اللي انا بقوله. كلمة extension اي فايل عندنا بيبقى ليه extension، زي مثلا file word بيبقى whatever اسم الفايل ايه، بيبقى فيه في الاخر dot doc او docs، دي او سي او دي او سي اكس، ده الاكستنشن بتاع الفايل وورد. طب الصور بتاخد فورمات من الفورماتس اللي قدامنا دي، سواء دوت بي ام بي، دوت جي اي اف، دوت اي بي اس، دوت جي بي جي، دوت بي سي اكس، دوت بي ان جي، دوت دبليو ام اف، دوت تي اي اف. دي ديفرنت فايل فورماتس للصور، بس احنا هنشرح كذا واحدة فيهم، بس مش هنركز عليهم كلهم. هنا هناخد ال characteristics of some picture types. زي هنبدأ بال type اللي اسمه raw. عندنا 3 points. أول حاجة بقولك cannot support the animated picture. كلمة animated picture اللي هي الصور المتحركة، يبقى ال type raw ما بيعملش support لل animated picture. The size of the picture is very big when saving it compared with other types. يعني المساحة بتاعت الفايل ده لما بتبقى صورة بيبقى مساحته كبيرة جدا لو انت جيت تقارنه ببقية التايبس اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اخر حاجة this type can save picture in high quality compared with JPG. يعني الكواليتي بتاعت الصورة دي بتبقى احسن شوية من الصورة اللي هي الاكستنشن بتاعها دوت جي بي جي. طيب، تاني نوع ذا تايب جي اي اف.
this extension is an abbreviation of graphical interchange format. يعني هنا كلمة GIF اختصار كلمة graphical interchange format. This type supports animation. Use it for simple pictures that have few colors and of small sizes. يعني بنقدر نستخدم الـ GIF لما يكون الصورة عندي ما فيهاش ألوان كتير وفي نفس الوقت مساحتها صغيرة، أقدر ساعتها أستخدم الـ GIF بسهولة. أوكي، هنا بناخد الـ Type الـ BMP. This extension is an abbreviation of Bitmap. اختصار كلمة BMP اللي هي Bitmap. Cannot support the animated picture. يعني ما يقدرش يعمل لي صورة متحركة. This type is mostly of a big size and high quality and high colors compared with GIF. يعني الصورة دي في الأغلب بيبقى حجمها أكبر والكواليتي بتاعتها أعلى والألوان اللي فيها أقوى، يعني بتبقى ظاهرة أكتر compared with GIF. يعني لما نيجي نقارنها بالجي اي اف اللي احنا لسه قايلينها قبلها على طول. طيب، رابع نوع عندي the type GPG أو GPEG. This extension is an abbreviation of Joint Photographic Experts Group. يعني الاختصار بتاع كلمة GPG أو GPEG دي اختصار كلمة Joint Photographic Experts Group. الابريفيشنز دي يا جماعة مهمة جدا، لازم نبقى عارفين abbreviation كل نوع مكتوب قدامنا. طيب، تاني بوينت does not support animation. يعني ما بيعملش support للصور المتحركة. آخر بوينت it has 16 million colors. بتحتوي الصورة اللي نوعها جي بي جي بتدعم 16 مليون لون، فمن أقوى الصور في الألوان هي الجي بي اي جي، وده الاكستنشن بتاع أغلب الصور اللي احنا نعرفها يعني. طيب، the type PNG. This extension is an abbreviation of Portable Network Graphics. اختصار كلمة Portable Network Graphics. It handles million colors. يعني بتقدر تتعامل مع حوالي مليون لون. الصورة دي يعني مقارنة بالجي بي جي، الجي بي جي بتعتبر أعلى منها شوية، عشان الجي بي جي it handles 16 مليون colors ودي it handles مليون colors only. طيب، the type WMF. This extension is an abbreviation of Windows Meta File. يعني هو اختصار كلمة Windows Meta File. It is based on mathematical expressions to represent images. يعني هي بتعتمد على اختصارات او expressions، مصطلحات رياضية، علشان خاطر يعبر عن الصور. It is characterized by its small storage size. وبتتميز بان مساحتها التخزينية برضو صغيرة. طيب كده احنا خلصنا ال picture file formats. هنخش على ال audio file formats اللي هي انواع الفايلز الاوديو او اللي هي بتبقى ليها علاقة بالصوت بس. هنا the characteristics of some audio files. هناخد كذا example عليهم زي ال wave. ال wave type ده ليه اختصار، هي كلمة يعني اختصار لكلمة wave form audio. الويف فايل فورماتس از اوف هاي كواليتي. يعني الكواليتي بتاعت الفايل الويف بتبقى كويسة جدا. فايل تايب اوف سمول سايز بات ويز لو كواليتي. يعني المساحة بتاعت الملف اللي هو الدوت ويف ده بيبقى مساحته صغيرة شوية والكواليتي بتاعته بتبقى لو مقارنة ببقية الكواليتيز. طيب ناخد extension تاني اللي هو dot mp3 او ال mp3 type. uses compression which actually save space and make the file smaller. يعني هو بيضغط الفايل او بيضغط المساحة بتاعة الفايل عشان يوفر مساحة، وده بيخلي الفايلز بتاعة ال dot mp3 بتبقى مساحتها صغيرة مش كبيرة.
Various audio editing software can support editing and manipulating MP3 file formats. يعني في كذا برنامج من البرامج اللي بتعمل editing على الاوديو كتايب، يعني على اي اوديو داتا. في برامج كتير بتعمل لها زي الفوتو editing، زي الفوتوشوب والبينت، الحاجات زي دي. برضو في برامج بتعدل على الصوت اللي هي الاوديو. فبيقول لك السوفت ويرز دي كان سبورت اديتنج اند مانيبيليتنج ام بي 3 فايل فورماتس. اغلبهم بيتعامل مع الام بي 3 تايب عشان مساحته بتبقى صغيره وفي نفس الوقت سهل جدا التعامل معاه. تالت نوع دبليو ام اي تايب. دبليو ام اي فايلز ستاندز فور ويندوز ميديا اوديو. ويندوز ميديا اوديو دي اختصار، او الدبليو ام اي اختصار الكلمه دي، is higher quality and lower distortions. Is higher quality and lower distortions type compared to dot mp3 file. يعني الكواليتي بتاعته اعلى واقل في التشويش، يعني ممكن يبقى فيه تشويش بسيط او خروشة بسيطة ممكن تحصل في الام بي 3، بس هنا ال WMA ال distortions دي بتقل جدا. وده لما تقارنه بس بال MP3 فايل، انما في فورمات تانية اعلى منه. اخر بوينت، few audio editing software and operating systems can support editing and manipulating dot WMA file format. يعني بيقولك يعني البرامج اللي بتعمل editing هي few، قليلة جدا، اللي بتقدر وكمان operating systems اللي بتقدر تسبورت انها تعدل على ال WMA file formats. هنبتدي نخش دلوقتي على الفيديو فايل فورماتس. نوضح دلوقتي the characteristics of some video files. اول extension عندي .3gp. الاكستنشن ده ممكن نكون ما بنقابلوش كتير، بس ادينا هنتعرف عليه دلوقتي. Format produces a small file size of low quality. يعني الفورمات دي بتديني مساحة فايل صغيرة جدا والكواليتي بتاعتها كمان ضعيفة شوية. It is appropriate for mobile cameras and applicable with mobile phones operating systems. يعني هو مناسب جدا لان هو الكاميرات بتاعت الموبايلات انها تسيف بالاكستنشن ده عشان توفر لي مساحة، وفي نفس الوقت ده يعني بيخلي الموبايلات تعتمد عليه في ان هي السمارت فونز والاوبريتنج سيستمز نفسها بتاعتها تسبورت الاكستنشن ده. تاني اكستنشن عندي هو .mp4. produces average file size of high quality compared with 3GP extension. يعني بيديني الفايل بتاعي السايز بتاعه متوسط ومستوى في الكواليتي اعلى لو انت قارنته ب3GP اللي هو اللي قبله. طيب تاني بوينت، it is appropriate for MP4 devices. يعني هو مناسب جدا للاجهزة اللي هي بتشغل ال MP4 كفيديو فايلز. يعني طيب ال AVI extension produces a large file size of high quality compared with other formats. يعني هو بيديني مساحة فايل أكبر وكواليتي أعلى من الفورماتس اللي قبله. It is appropriate to computers and video cameras. ومناسب جدا للكمبيوترات وكاميرات الفيديو إن هم يسجلوا بالـ AVI. وده كان نهاية درسنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا جدا، وإن شاء الله انتظروني في الفيديو شرح العملي علشان تعرفوا إيه شكل الامتحان العملي هيبقى إزاي، وإيه البارت البراكتيكال بتاعنا المفروض نخرج بيه السنة دي. Thank you.